الجهر المصونة والدرة المكنونة زوجتنا فاطمة أحمد عبد الغفار يوصل ويسلم ليه في منزلنا الكاين في جبلاية الفار. زوجتي أم ولادي وتوبي ولحم رقبتي فاطمة أحمد عبد الغفار زوجتي واختي ستري وغطاية والكتف اللي تملي شايلني وشيلتي فاطمة يا لمضة ليلي ومصطبتي وباب بيتي وعيلتي فاطمة يا ست الناس والله ما ضيعنا يا فاطمة غير الفاس وتريني عرفت الهم يا فاطمة في يوم ما عرفت الفاس أدعي على أبوي ولا على جبلاية الفار ولا أدعي علي علمني أغوى كلمة أنفار في الجبلاية يا فاطمة الواحد يغوى الكلمة دهي من غير ما يحس ما يعرف فين غوهاله وفي أي مكان زي تمام شرب الدخان أنفار أنفار ونعاود آخر الليل زي الحيطة المايلة عالدار مليين الضرب غبار وهزار وأتاري طيلة العمر الواحد فينا يا فاطمة ماشي المشوار بالممضه نفرح بالعشرين قرش ويوم السوق نتباهى برطل اللحم نفوت بيه قدام الناس شايفة يا فاطمة يقطع ده اليوم الطين اللي تعلمنا فاس كان يبقى صح الفاس لو لينا أرض أهو بس في دي يبقى الفاس فاس لكن مخيبها شغلة يا فاطمة إن كانت في أراضي الناس حتقولي علي اتغريت ولا اتغيرت أبدا وحياة النعمة يا فاطمة وححكيلك طبعا احنا قعدنا كتير ساكتين قبل ما ياخدونا الشغل وصلنا هناك كان يوم اربع طبعا اسوان دي جبل هي صح يا فاطمة فيها سرايات وضروب اسفلت لكن ده في الشقة التانية اسوان بتاعتنا يا فاطمة جبل اتسلمنا الواحد ريس تخنان وبكرش اسمه الحج بخيت شوف احنا بدرنا كيف لكن برضو ما رحناش في الاول وقعدنا نعبي بالفاس والزنبيل حجارة صغيرة الواحد كد المليم ونحولها في طرمبيل ما عارفش بيروح فين بس طرمبيل عالي يمكن عالي كد القطر طب عارفه يقدر واحد من دول على ظهره يشيل ميت نخل وفي يوم نجاني الحج بخيت انا وتلاتة معاي عشان نزرع دلاميت اهدي الشغلة اللي تخوف واللي تموي الصح اصعب ما يكون في صوان هي حكاية الدلاميت صوابع طولانة كده ننكتها في الجبال ونجيد السلك يا فاطمة ورمح بفرجع نجري ونتكفه صدق لما يقولوا قدامك شفنا خلق بتتوفى وقعدت اقول ليه يا حراجي بيشيلوا ويعافروا في الجبل اللي معافر دي يكونوش ناويين على الزرع يا جدعان وطب دي حتت زرع يعني ده اي قد الدنيا معاهم مش لاقين غير الارض الطوب هي الناس دي يا اولاد بتفكر بالمقلوب وبقينا اخر الليل افرش على حتة في الشغل واقعد اتكلم واتحدث انا والملوي وعلب عباس هو صح الدلاميت اسهل من شيلة الفاس لكن بيقلعوا في الجبل العالي ده ليه ملقينا جواب اصل اللي معانا يا فاطمة مش من اهل اسوان علشان يقولولنا ما هو جايين زينا من ميت جبلاية فار ما هو كانوا هناك زينا بيشتغلوا انفار يخرب بيت اللي ضيع عمرنا هفت وطلعنا وشيب راسنا في حكاية الانفار اتعلمنا من الصغر يا فاطمة ان ما فيش في الدنيا الا شغلانة الانفار طب عمرك سمعانا بالدلاميت صبعين لما يطرشكوا تحت البيت عيجيبوا عليك فوطي وانا حتى كنت حقرب كيف من الدلاميت لولا ما اختارني يا فاطمة الحج بخيت ان كان على اسمه كل الناس بتقول دلاميت دلاميت اصله هو اسمه حلو دلاميت لكن فيه واحد قرب وشه فيه شافه ده حتى فيه شغالة في الدلاميت ويانه بيحط الصبعين ويفروا
من غير ما يحققوا فيه ولا يعرفوا ده اللي في العلبة وبيفرجع لما يحطوه كنتوا ايه. لكن جوزك صدق ملقي عرفوني قوام وغويت الشغلة يا فاطمة تفكرني بأيام العوم. مش فاكرة تعلمت العوم قبل بقيت الولد؟ بقي ده يقول لي يا حراجي وده يقول لي يا حراجي. اهو من تحت الشغلة ده هي اتعلمت الاخير في الجوابة. كنت انام واصحى افكر واحلم في الدلاميت، لا عيال ولا مرة ولا بيه. وعلى ابو عباس مرضيش، قال لي سيبني في الفحت، اللي عارف احسن من اللي ما تعرفوش. قال لي سيبني في الكحت، شغلانة عارفها وعارفاني وارتحت، مالك تجيني خطة وامي وراي، خليني قاعد عايش لما تقضي يومين. قلت له يعني انا اللي ماليش ناس يا علي؟ قال لي لا، بس انت معافر والدلاميت اعمى وكافر. وحقول لك ايه واللي جرن حديث ما يفض يا فاطمة، وانا لولا عارفك جدعي وعارفاني عادي ابعت لك؟ لا انا عارف القصة تخض. سلمي على عيد وقولي له الرب يقرب في المواعيد، ده نهار لقياكم هو الفرحة يا فاطمة وهو العيد. زوجك لصحرك. أسوان زوجي الغالي لسط حراج القط العامل في السد العالي. أما بعد، قال لي قولي لأبوي كمان جوابين وأكون اتعلمت أقرأ الورقة وأفك الخط. قال لي طول ما البسطة وبيقرأ الجوابات سرنا مكشوف، واللي جوانا يما يكون معروف. رديت على الواد عيد يا حراجي، قلت له ما تخافش ولو اني معاه في القول. قلت له ابوك بيقول انقلوا قولي للناس، بيقول انقلوا قولي للي بنقوله واللي ما بنقولوش. هو ابوك بيقول مشتاقة تمد معاكي فوق الفرش، ده بيتكلم على الفاس والناس، ولو انه لو قال لكن ادي القسمة، بل انا براجل يغوى الشمس اكتر من سهر الليل. كمل يا حراجي قول، والله طول حسك ما بيطلع من الورقة، وانا زي ما اكون شايف الاسوان بالعين. والنبي يبقى انت صح بقيت قصة، بيقول وقال لابس. اقول ايه بس النبي مكسوف يا زوجي، قلحت التوب. قال بيقولوا بقيت مهندس يا حراجي، وبيقولوا انك مستوظف صح. كمل يا حراجي حكاية الشغل، بس اوعى برضو تنسى تقول لي ساكن في المطرح مع مين، وبتاكل ايه وبتلبس ايه وبتقلح فيه، مع اني خابر انك والله ما حتريد. عزيزة دلوقتي بتنطق بتقول مبوه، فيها عيل يقول مبوه قبل ما ينده على ابوه. هي البت عزيزة، ما انت غايب عاد. في المغرب رحت قعدت في عتبة بيت طلب الحداد، حتقول اتباهت ابدا والله يا حراجي، ما هم اللي فتحوا السيرة عاد. واقول الحق انا صدقت لقيت ناس تفتح للسيرة، وحكيت للحريمات كل اللي قلته في الجوابات. اعمل لك ايه، ما انت بتكتب لي كلام يكسر صندوق القلب ويطلع وحده، وفيه في الجبلاية حريم خايفة يا حراجي ما تبعت رجالها. عيشة بعفون قالت فيه ناس بتموت، قالوا الجبل بيتهز ويطوطح ويوقع على الولد، وقالوا ساعات الولد يدق في توبها الكبريت. اقول الحق انا في الاول قلبي تمرجح وتهزيت، لكن اتفكرت كلامك عالدلاميت وفتحت القول. قلت وحكيت النبي احمد فاطمة كانت زي قناية مطلوقة، لهم قاموا يسدوني ولا انا تسديت. واما رجحت البيت حسيت اني حراجي، حسيت اني زيك واجعص منك. ايه يعني لما الواحد يزرع وردة يا حراجي والناس ما تشوفهاش ولا تتنشكهاش؟ انتوا زرحتوا الوردة واحنا نشممها للناس، مش لازم نعمل حاجة زيكم؟ ابعت يا حراجي وقول احكي لي حكاية الانفار، ملعون خاش اللي يكتب ورقة لمرته يا راجل
ويدكله فيها شوية أسرة. زوجتك فاطمة أحمد عبد الغفار جبلات الفار.